كما تبادل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه بمناسبه حلول عيد الفطر السعيد مع اخوانه اصحاب الجلاله والفخامه والسمو قاده الدول الخليجيه والعربيه والاسلاميه الشقيقه واولياء العهود عبر سموه حفظه الله فيها عن خالص تهنئه واطيب تمنياته لهم بدوام الصحه والسعاده مبتهلا الى الباري جل شانه ان يعيد هذه المناسبه السعيده على هذه الدول وشعوبها الشقيقه بوافر الخير واليمن والمسرات